السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد سمو من قناة سمو، وإن شاء الله في فيديو اليوم سنتحدث حول موقع يمكن لك من خلاله أن تقوم بالاستفادة به، يعني من الكثير من الطرق التي يقوم بتقديمها لك. فيمكن أن تقوم ببيع الخدمات في موقع فايفر أو حتى خمسات أو حتى موقع الإيباي. بالطبع كذلك الإيباي يمكن لك أن تبيع هذه الخدمات التي يوفرها لك موقعنا اليوم. فبالطبع موقعنا اليوم هو عبارة عن موقع يبيع لك خدمات، يعني مثل لايكات انستغرام، مثل مشاهدات انستغرام، مثل فولو انستغرام. فبالطبع كذلك يمكن أن تستفيد من هذا الموقع من خلال يعني الحصول على فولو أو تقوم بإنشاء أول شيء صفحة على انستغرام. بالطبع تقوم باعتماد على نيت معين، لنفترض أنك ستعتمد على الكلوشينز أو ما يسمى بالملابس، تقوم بوضع يعني فقط موضات للملابس وتقوم بجلب لها لايكات من خلال هذا الموقع، يعني تقوم بشرائها من خلال هذا الموقع، وكذلك تقوم بشراء الفولو من خلال هذا الموقع لتقوم بتكبير صفحتك حينها تذهب إلى مواقع الشوب. أقصد هنا يعني جاسيلا، أقصد موقع جابست، أقصد بانجود، أقصد الإيباي، هناك كثير من المواقع، وتقوم باتصال بهم من أجل عمل مواجهة على الصفحة التي قمت بتكبيرها. فهذه الطريقة هي ناجحة 100%، يمكن أن تعتمدها في بناء مشروعك والاعتماد كذلك على مواجهات، وكذلك الكسب من هذه المواجهات، تكسب منتوجات مادية، كذلك تكسب مبالغ مادية. وسبقا قدمنا حلقة مخصصة حول المواجهات على انستغرام، في حال فاتتك حاول الرجوع إليها من خلال الفيديوهات السابقة. سندخل الآن إلى الموقع وسنقوم بمشاهدة الأسعار المقدمة من خلال هذا الموقع، وكذلك الخدمات التي يقدمها لنا موقعنا اليوم، فابقوا معنا. عدنا لكم مرة أخرى في قناة سمو برو. فقبل البداية في هذا الشرح ندعوك للإشتراك من خلال ضغطك على زر الابوني أو سبسكرايب والإشتراك لتتوصل دائما بجديد القناة. فبالنسبة للموقع اليوم وهو موقع سوشيال ميديا ماركتينج، يعني سأضع لك رابط أسفل بصندوق الوصف. ستقوم فقط بالدخول إلى واجهة الموقع، بحيث أنك في هذه الواجهة الأولى ستجد هنا الأسعار الخاصة ب يعني أي خدمة من هذه الخدمات المتوفرة في هذا المكان. كذلك يمكن أن تستفيد من هذه الخدمة في تكبير صفحة على انستغرام والحصول على منتجات تقوم بعمل لها مراجعة من خلال الصفحة التي تقوم بتكبيرها، يعني من خلال شرائك للفولو. كذلك يعني يمكن ان تستفيد من يعني هذه الخدمات في بيعها من عين، يعني تقوم ببيعها عن طريق موقع خمسات او حتى عن طريق موقع فايفر، او حتى كذلك يمكن ان تبيعها في موقع يغفله الكثير من الاشخاص في بيع هذه الخدمات، وهو موقع الايباي. فالايباي كذلك يسمح لك ان تقوم ببيع يعني مثلا تقوم ببيع يعني مشاهدات الانستغرام، يعني او اي خدمة من خدمات التواصل الاجتماعي المتوفرة في هذا المكان. يمكن ان تقوم بوضعها في متجر الايباي وتقوم ببيعها في متجرك الخاص. على العموم سنقوم نحن بالدخول الى ريجستر في هذا المكان. تقوم بملء هذه البيانات من خلال كتابتك للاسم، الايميل، وكذلك هنا كتابة السكايب في حال تواجد لديك السكايب، وهنا تقوم بكتابة الباسورد وتعيد كتابته في هذا المكان. هنا تقوم بتخطي كود الكابتشا، بعد ذلك تضغط على ريجستر في هذا المكان، تذهب الى ايميلك، ثم تقوم بتفعيل الحساب بشكل عادي وروتيني. مباشرة بعد ذلك سوف اضغط على لوجين، ثم بعد ذلك تضغط هنا على لوجين في هذا المكان، بعد ان تقوم بكتابة اسمك الاول بالطبع او الايميل الخاص بك، كذلك بعد ذلك تقوم بكتابة الباسورد. فهنا يعطيك يعني الاوردر التي تريد ان تقوم بشرائها. قبل ان تفعل اي شيء يجب عليك ان تقوم باضافة المال في الموقع. كيف تقوم بشحن حسابك او اضافة الاموال يعني الى حسابك في الموقع؟ ستذهب فقط الى ادفونت في هذا المكان، تقوم ب يعني ساذهب فقط الى هنا. فبالطبع بعد ذلك سوف تظهر معك هذه الصفحة. فكما تشاهد معي الان طريقة ايداع اموالك هي سهلة وبسيطة جدا، فقط تذهب الى الباي بال الخاص بك، تقوم بارسال المال الى هذا الايميل الذي تشاهده معي الان. بعد ذلك يعني بالطبع المال الذي يجب عليك ان تقوم بوضعه وهو يعني 10 دولار فما فوق، يعني يقول لك اقل مبلغ للايداع وهو 10 دولار، يعني يمكن لك ان ترسل 10 دولار، 12، 20، 30 على حسب السعر الذي تريده. فبعد ذلك تذهب فقط الى سيبرو في هذا المكان، ثم تقوم بارسال لهم رساله من خلال الضغط على كري انيو تشيكات في هذا المكان، تقوم بالضغط عليها وتقوم بكتابه هنا يعني اي سبجكت تريد ان تقوم بكتابته، يعني اي عنوان، وهنا تقوم بكتابه هذه الرساله
الموجودة في هذا المكان. يعني ستقوم بكتابة يعني يور باي بال ايميل، تقوم بكتابة هنا الباي بال الذي قمت بإرسال لهم الأموال فيه. يعني لو ذهبت إلى باي بال الخاص بك فتقوم بكتابة فقط الإيميل يعني في هذا المكان. هنا يقول لك يعني ترانزاكشن اي دي، يعني يقول لك أن تقوم بإرسال لهم رقم المعاملة. فعندما ترسل إلى شخص ما يعني ترسل له الأموال فسيعطيك هنا يعني سيعطيك يعني في الباي بال رقم معاملة، ذلك الرقم هو الذي تقوم بلصقه. أوكي، فهنا تقوم بكتابة يعني أمونت سنت في هذا المكان، أي المبلغ الذي قمت بإيداعه. هنا تقوم بكتابته وتقوم بملء هذه البيانات من خلال الذهاب إلى سيبو وتقوم بإرسال لهم هذه الرسالة. فبعد ذلك سنذهب إلى نيو أوردر في هذا المكان حتى نشاهد يعني خدمات هذا الموقع. سنذهب فقط إلى سلكت أسابيس هذا المكان، سنذهب فقط إلى انستغرام لايك على سبيل المثال حتى أرى ما إذا كان جودة هذه الخدمات هي جيدة أم غير جيدة. سنقوم هنا بأخذ يعني على سبيل المثال لايك يعني 1000 لايك. هنا ديسكريبشن صغير حول هذه الخدمة، سنقوم فقط بالذهاب إلى لانك. هنا أول شيء يجب علي أن أقوم باختيار يعني كم أريد، فسأقوم فقط بوضع يعني 200. أوكي، يقول لك هنا يعني المينيموم هو 50 والماكس هو 1000 لايك. اوكي، ساقوم هنا بالضغط فقط على استضع فقط 200 على صورة في الانستغرام. ساذهب الى الانستغرام الخاص بي. اوكي، فهذا هو الانستغرام الخاص بي. ساذهب فقط الى اي صورة ساقوم باخذها على سبيل المثال هذه الصورة او حتى هذه الصورة المتواجدة في هذا المكان، ساقوم باخذها. فساقوم الان بنسخ هذا الرابط الذي تشاهده معي الان، سانسخ يعني فقط هذا الرابط بدون ان انسخ التوكن. اوكي، ساقوم هنا بالضغط على كوبي، ثم بالطبع يعني 11 لايك يعني نشرت هذه الصورة اليوم، وسنرى يعني كم ستصبح من اللايكات من خلال يعني شرائها من هذا المكان. يعني بالطبع يعني اذا قمت يعني بعمل يعني ادفون ستجد المبلغ الذي قمت بإيداعه في هذا المكان. بعد ذلك تضغط على بلاس اوردر في هذا المكان وستنتظر الى ان يتم عمل. هنا يقول لك يعني اوردر بلاس 64، يعني يقول لك انه تمت يعني عمل الاوردر بنجاح، وستشاهد هنا كذلك يعني ان المبلغ قد تم خصمه. اوكي، ساذهب الى داش بورد في هذا المكان. اوكي، هنا يعطيك يعني الاماونت الذي لديك، يعني هنا يعطيك كذلك يعني التوتال سبنت، ويعطيك كذلك يعني جميع الاحصائيات التي ستحتاجها. بالنسبة للأوردرز، الأوردر هيستوري هنا يعطيك يعني الأوردر الذي قمت بعملها وجميع الأوردرات التي قمت بعملها، وكذلك يعطيك الستاتيو يعني في حال انتهت، في حال لم تنتهي، في حال يعني كانت يعني pending أو حتى in progress أو حتى completed أو حتى partial أو refunded أو حتى cancelled. فيعطيك فقط حالة هذه المعاملة كيف هي، قد يتم إلغاؤها، وعندما سيتم إلغاؤها سيتم إرجاع لك المال في حسابك بالطبع. فيمكن أن تقوم بإيداع أموالك في هذا الحساب يعني كما قلت لك بالطريقة التي شرحتها لك، وكذلك يعني يمكن أن تستفيد من هذا الموقع في بيع يعني لايكات وبيع يعني كذلك مشاهدات من خلال استعمال هذا الموقع. فقط تذهب إلى موقع إيباي، تقوم بفتح حساب وتقوم بوضع هذه الخدمات. لكن ركز على أي شخص يقوم بشراء منك، ركز على الجودة، بحيث أن الجودة هي التي ستجلب لك العملاء بالطبع في متجرك بالطبع. فبالطبع كذلك يمكن أن تستفيد منها في فتح يعني حساب في موقع خمسات أو حتى فايفر، وتقوم بوضع الخدمات والاستفادة من هذه المواقع. فسنقوم هنا بالرجوع فقط إلى انستغرام، سأقوم بعمل ريفرش إلى هنا حتى نرى يعني كم أصبح العدد. هنا يعطيني يعني 194 لايك أصبحت الآن، والعدد يعني في تزايد. فكما شاهدت معي الآن يعني الموقع يشتغل وهو سريع كذلك بالطبع يعني في تطبيق يعني أي أوردر تقوم بعملها. فقط يعني طريقة يعني كما قلت لك طريقة إذا أموالك، تذهب إلى أدفون، تقوم بإرسال المال إلى هذا الإيميل، وتقوم بكتابة يعني البيبال الإيميل فقط الإيميل، وتقوم بكتابة الاي دي الخاص بالترانزاكشن، اي تقوم برقم المعاملة بكتابتها في هذا المكان، وحينها تقوم بكتابة المبلغ الذي قمت بإيداعه، وحينها تقوم بنسخ كل هذا وتقوم بالذهاب الى السيبور في هذا المكان، وتذهب الى كرييت نيو تيكت في هذا المكان، ثم بعد ذلك تقوم ب
كتابة ديسكريبشن، يعني تقوم بلصق يعني ما قمت بنسخه، وتقوم هنا بكتابة السبجكت وتضغط على Created. فتقريبا وصلنا إلى نهاية الفيديو، وصلنا إلى نهاية الحلقة. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبك، وأتمنى أن تكون قد استفدت معنا في هذه الحلقة في حال أعجبك الموقع وفي حال أعجبتك أسعار هذا الموقع. فكل ما عليك فقط أن تقوم بالضغط على لايك، وكذلك وضع لنا تعليق بأسفل هذا الفيديو، بحيث أنك تقول لنا ما إذا كان أعجبك، وتقوم بوضع رأيك حول هذا الموضوع وحول حول فيديو اليوم. كان معك خالد سمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.